عشور ما كاين والوش. طب عدى لينا سكتي سكتي فكره وخاضي عذرا مشي كيما انا عندي بوزنس الفطارتك شو عادي نجملك ولا حبيت نحبطك هكذا انا مدروج. السلطان عاشور الجمعي بوزيد كلها أدوار أداها صالح أوغروت الغني عن كل تعريف، فهو ممثل كوميدي مقدم تلفزيوني إذاعي متزوج من المخرجة الجزائرية فاطمة بالحاج، فهو من مواليد 22 مارس 1961 بفرنسا ينحدر من ولاية باتنا. كان المبوك أو شو نقول لك مش عينك هي ميزانك وذنك هي ميزانك. استطاع نجمه في الفيلم الأكثر مشاهدة في دور إبراهيم رفقة العملاق عثمان عريوات في فيلم كارنفال في دشرة أين تقسم البطولة والنجومية. لا بس لا 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 بس أقول لك حاجة ذاك الإحساس اللي نحس فيه من داخل على بالك اللي ذو قادر نصرتك حي فهمت ومن ما تغكش. الفنان صالح أوغروت لم يتوقف في الكوميديا فحسب بل مثل أدوار عديدة على غرار الطفل الصغير في المسرحية التي جمعته رفقة كمال بوعكاز. أنا ثاني نكبر ونولي بابا وليدي عارف نكبر. وبعدها شاهدنا صالح أوغروت يتقاسم خبرته مع الشباب في المجال الفني على غرار بوزيد دايزة وعاشور العاشر. أوفو أوفو أنت صامت بابا تعجبني تعجبني كي عم بالك يا وزير. مسيرة الفنان صالح أوغروت كللت بعمل كوميدي ضخم رفقة المخرج جعفر قاسم في سلسلة عاشور العاشر أين كان هو البطل والوجه البارز في حبكتها. وبالكاد تكون سلسلة عاشور العاشر أقوى ما أنتجت الجزائر فنيا. بابا راهو يكبر أنا راني نحكم ساخد وكين روح أنت تحكم كين موت أنا. بابا وقتاش تموت؟ جيت راني هنا. الله لا تربحك. الله يسلمك. تعرض صالح أوغروت إلى وعكة صحية لازمته الفراش وأجبرت الجهات الوصية على نقله للتشافي بفرنسا بمطلب شعبي أين غاب عن الساحة الفنية تاركا فراغا رهيبا. نسمة ضيافين هذا سنعود. ومؤخرا تم نشر صورة له وهي أول صورة ظهر فيها واقفا منذ مرضه وبعدما كرمته وزيرة الفنون والثقافة سوريا مولوجي خلال مناسبة عرض القانون الأساسي للفنان بقصر الثقافة. ورغم المحنة التي مر بها إلا أن الابتسامة لم تغادر وجهه البريء. ولي الحمد لله ليس لكنا بشعر. لا لا الحمد لله.